والآن جاء موعد الأخبار الاقتصادية. والآن نتحول إلى مربة المليكي. إليك مربة. شكرا ياسر، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أكد وزير البترول طارق الملا أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الجهود والحلول الابتكارية لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية في ظل الأسعار العالمية الحالية. وقد شدد الملا على أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الإنتاج والتنمية والتواصل والمتابعة المستمرة والالتزام بالتوقيتات المحددة في هذه الخطط والتعامل السريع مع أي تحديات حال وجودها. كما أشار الوزير إلى الدور الهام لشركاء قطاع البترول والذين يدركون أهمية التعاون مع مصر في استغلال الفرص المتاحة من خلال المناخ الجاذب للاستثمار الحقيقي بمصر. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة لها وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين. وخلال اجتماع موسع عقده وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أشار وزير التجارة والصناعة إلى ضرورة إيجاد مزيد من التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين. من جانبه أوضح رئيس هيئة الاستثمار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من كافة محافظات الجمهورية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، والتي تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد. شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي بمائدة مستديرة للتشاور حول الأطر العامة لإقامة مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك مناقشة الدراسات الفنية والقانونية في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية قد وقعت حتى الآن 9 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الدوليين بهدف إنتاج الوقود الأخضر. ومن المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية بتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم خلال أيام. التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بأعضاء برلمان شباب مصر عن محافظة شمال سيناء. وخلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء أن المحافظة مستعدة لمشروع المليون فدان عن طريق 3 مصادر رئيسية تضيف أكثر من 820 ألف فدان، منها ترعة السلام لزراعة 275 ألف فدان ومحطة معالجة مياه بحر البقر والتي تنتج نحو 5,600,000 فدان لزراعة 465 ألف فدان، وكذلك المياه الجوفية والتجمعات التنموية والتي تضيف آلاف الأفدنة إلى رقعة الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء بالمحافظة. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار و271 مليون ألف جنيه، وده مليون جنيه وسط تداولات مرتفعة وصلت لنحو 4 مليارات و400 مليون جنيه. أما صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 10,246 نقطة. كما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 أو 70 والذي انخفض بنسبة 8% ليغلق عند مستوى 2,193 نقطة.
الانخفاضات تواصلت أيضا لمؤشر إي جي إكس 100 والذي انخفض بنسبة 15% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليصل الدولار الأمريكي إلى 19 جنيها و10 قروش للشراء و19 جنيها و17 قرشا للبيع. اليورو وصل إلى 19 جنيها و10 قروش للشراء و19 جنيها و18 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيها و56 قرشا للشراء و22 جنيها و66 قرشا للبيع. أمام العملات العربية الدرهم الإماراتي وصل إلى 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. الريال السعودية 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض إذ أقادت شركات التكنولوجيا النقل الانخفاض بعد أن تراجعت بورصة وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع عائدات السندات. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى للزملاء. إليكم. شكراً.